من دي ما ترسبت لنا ديك الصوره ديال زوجه الاب اللي كتكون كتعدى وكتكرفس على ولاد راجلها واللي غالبا منهم كتكون ماتت بحال في الفيلم ولا في القصه ديال سندريلا الى اخره. ومن غير القصص والروايات الدراميه كنشوفوا هادشي بزاف حتى في المجتمع ديالنا. والقصه ديالنا ديال اليوم ما غتخرجش على نطاق المألوف، ولكن زوجه الاب اللي غادي نهضروا عليها اليوم غادي تاخذ هذه الفكره لواحد البعد اخر بكاع الوحشيه والعدام الانسانيه وسميها اللي بغيتي. انا شخصيا فاش قريت هذه القصه هذه واللي وقعت في واحد الدوله عربيه ما نبغيش نقول سميتها وما غنديرش ديك اللعيبه اللي كيدير الخراز، تاثرت بزاف صراحه خصوصا بالنهايه ديال القصه. فخليكم معايا حتى الاخر باش تفهموا مزيان القصه وتعطونا الراي ديالكم. هاي معكم امين من القناه ديال طونيك. الا كنتي اول مره كتشوفني يشرفني انك تهبط دير واحد سبسكرايب لتحت وتخلي لنا شي لايك الا عجبتك القصه بطبيعه الحال. عائلة مكونة من أب وأم وبنتهم خديجة. هاد خديجة للأسف كتب عليها أنها تفقد الحنان ديال الأم ديالها وهي باقا صغيرة. توفات الأم ديالها وهي عندها عامين، وقرر الأب ديالها أنه يتزوج مرة أخرى لأنه ما كانش قادر يربي خديجة بوحده. وفعلا تزوج بالمرة الثانية وولد معها 4 ديال الدراري، فيصل الكبير، عبد الرحمن، أيوب، واختهم الصغيرة سلوى. طبعا الكبير هو فيصل والصغير هي سلوى كما قلنا. المرة الثانية اللي تزوج بها بات خديجة واللي هي مرت باه كانت سميتها نجاة، كانت أحقر وأكفس إنسان تقدر تشوفه حياتك كاملة. كانت ديما مكرفصة على خديجة وكتعاملها كالزبل وكانت مبرهشة في عقلها. تخيلوا أنها ما كانتش حاملها غير حيت لأن خديجة زوينة وبوكوصة، وكانت غالبا غتطلع بوكوصة على بنتها المبروشة السليعفانة سلوى لأن الجينات ما كتكذبش، ومن بعد غادي تعرفوني علاش كنعاير فيهم. المهم أن نجاة مرت بات خديجة قلبها حجر وربت خديجة بالضرب والإهانة والمعيور، لدرجة أنها في التربية ديالها ما كانتش غير دايرة الفرزيات بين خديجة وولادها، كانت مهمشاها لواحد الدرجة خطيرة. المهم دازوا السنوات وكبرات خديجة وكبروا خوتها، ولات نجاة كتعامل مع خديجة بحال الخدامة ديال الدار، شطبي الدار، غسلي المواعن، سيخي الدروج، خرجي الزبل. بهذا الاسلوب، ولانها هرسات الشوكه ديالها وزعزعات الثقه ديالها براسها من صغرها بداك التعامل اللي كانت كتعامل معها قدام خوتها، وخوتها حتى هما على التربيه ديالهم، ولاو كيعاملوها بحال الخدام، وإلا ما طاعتش الاوامر ديالهم كينوضوا كيهلكوها بلاصه، فالبنت الحاله النفسيه ديالها تدمرات، لدرجه انه واحد النهار جارتهم كانت جات عندهم للدار وجلست معاهم، وكتلاحظ ان سلوى البنت الصغيره جالسه دايره رجع على رجل والخدمه كامله على خديجه، كتجمع الدار، تسياق، تجمع المواعن، حطت لهم الفطور، حطت لهم القهوه، طلعت الحوايج للسطح. وهي تقول لنا جات راه حشومه زعما ان البنت الكبيره جالسه الخدمه كامله عليها هي والبنت الصغيره جالسه من بندا حدانا لا وكتعطي الاوامر من الفوق حتى هي الخديجه. قالت لها نجات كيفاش راه راجلي وما تدخلش، شكون انت باش تجي عندي للدار ديالي وتعطيني الملاحظات ديالك؟ يا اما غتحترمي راسك يا اما الباب الحباب. وداك الشيء اللي كان الجاره تقلقات ونات مشات بحالها. مرا شنو دارت نجات؟ مشات شدات خديجه من شعرها وقالت لها والله وتعاودي تمسكني قدام الضياف باش يشفقوا عليك ويتعاطفوا معك حتى نحيد لك راسك واللحوف هاد الزبل، سمعتيني؟ وبنتها سلوى جالسه كتفرج وكتضحك. غتقول لي امين علاش خديجه ساكته اصلا؟ علاش ما تشكاش لبا هانيت؟ لا عشيري، هاد نجاة هاد السلقوطه حشاكم مادة البنت. قالت لها اسمعي يا بنتي، باك 24 ساعه على 24 هو مشغول بالتجاره ديالو، وماشي من مصلحتك انك كتنتقي بكلمه واحده لباك. زيدون هاد باك اللي جالسه كتعني به راه دايرها بحال الخاتم في صبعي. سوا تشكيتي ليه مني انا ولا من خوتك، والله لا داها فيك. واللي قهرني اكثر هو ان بصح بات خديجه جفاف تحتاج لي النجاة وما كيسمعش لبنته نهائيا، وبور انفو راه ديجا تشكات ليه ما مره ما جوج، وكيبدا عليها بداك السكريبت ديال معليش هادي راه خالتك بحال ماماك وخصك تحترميها وتوقريها وهادو راهم خوتك ماشي مشكل انك تخدميهم وتحترميهم حتى هما. فما عرفتش الصراحه واش بصح خونا خايف من مرتو ولا واكل شي برود كان. المهم خوها الكبير فيصل كان داير خديجه بحال الصاك ديال البوكس، كيفرغ فيها كاع العقد والازمات النفسيه اللي عنده. عرفتي هاد خويا هذا داير بحال داك النوع اللي كيتحقر في الزنقه، راه كاينين هاد النوع حتى في المجتمع ديالنا، كتلقاه كيتحقر في الزنقه وكيتعداو عليه، كيدخل للدار كيدير فيها سبع على خواتاتو، لدرجه واحد النهار قال لها كيصبن لي هاد الثوب وصل الحيط، الثوب هو داك العبايه اللي كيلبسوا الدول الخليجيه، المهم قال لها صبن لي هاد الفوقيه ديالي وصل الحيط. وخديجه مسكينه بقوه داك العيا ديال الشقه ديال الدار كامله وداك الضغط النفسي اللي داير عليها مرت باها نعسات. المهم خونا رونالدو فاق في الصباح وبدا كيقلب على العبايه ديالو باش يلبسها ويمشي لخدمته، كيلقاها باقا في بلاصتها مكمشه بلا تصبين بلا صلاح، او كيطلع كيجري لعند خديجه للفوق وكيعطيها قتله ديال العصا حتى طيح لها واحد السنه. ففي واحد النهار في الويكاند وكيما العاده ديال العائله الاب كيكون مسالي في الويكاند ما كتكونش عنده الخدمه، فكيبغي يجمع العائله ديالو يدوز معاهم الوقت، فكاملين كيتجمعوا في الصالون كيجلسوا معاه كيدوزوا النهار كامل تما مجمعين كيضحكوا الى اخره. واحد اللحظه السيد كيلاحظ ان خديجه السنه ديالها مهرسه،
هو يهضر معاه قال لها خديجه ياك لاباس واش طحتي ولا مالك. نجات كانت جالسه حدا راجلها من هاد الجيل، والاب كان كيشوف خديجه واللي كانت جالسه اون فاصلي بحال هكا وكان كيهضر معاها، وهي تبدا كدير ليها قتلك. والبنت مسكينه خافت منها وهي تقول لي اه بابا راه كنت كنشطب الدروج وانا نطيح وترست لي السنه. ودوز سنوات ويموت الاب ديال خديجه وما عاودتش لكم على العبوديه اللي غادي تولي تعيشها خديجه. هما اصلا كانوا مستعمدينها في الحياه ديال باه، فما بالك دابا ملي مات خدموها بحال الكلبه في الدار. وماشي غير عندهم، حتى عند عيالاتهم. باها كما قلنا كان تاجر كبير وعنده الاراضي والمحلات والديور المتاجر الى اخره، وفاش مات خلى لهم داكشي كامل وخلى لهم ديك العماره الكبيره اللي كانوا ساكنين فيها. ولاد والرجال بثلاثه تزوجوا وكل واحد فيهم شد طبقه. وقهروا خديجه بالخدمه، مره عند هذا، مره تطلع عند الاخر، مره تهبط عند مرت هذا، مره تمشي عند مرت الاخر. المهم خديجه تكرفصات وتقهرات بالخدمه. واحد النهار نجات غديع معها لواحد العرس، ماشي حبا فيها بطبيعه الحال، بداتها غير باش تسخر عليها وتخدمها في العرس هي وبنتها سلوى بحال العبده تماما. المهم وحده من دوك العيالات اللي كانوا حاضرين في العرس شافت خديجه وعجباتها، لانه كما قلت في الاول خديجه كانت زوونه تيتيزا. فملي شافتها مشات عند نجات وهي تقول لها واش هذيك بنتك تبارك الله. وديك الساعه نجات عاقت بها، لان اصلا بين هاد العيبه اللي عند العيالات في العراسات اللي كيكون عندها شي ولد باقي عزري كتبقى كتدور في عينيها باش تقدا ليه شي وحده من العرس. فقالت لها اه هذيك بنتي ولكن راه ما باغاش تزوج، راه باغا تكمل قرايتها. اكثر من هادشي كانت كتمشي عند خوتها وكتوصيهم، كتقول لهم والله هضر معاكم شي واحد في خديجه قولوا ليه لا راه ما باغاش تزوج، راه الا مشات تزوجات راه راجلها وولادها يحمقوكم على الورث. وشوف هي فين كتفكر. المهم دازوا الايام وغادي يوقع واحد الموقف بين خديجه واختها الصغيره سلوى اللي غادي يقلب الموازين ديال القصه 180 درجه. واحد النهار سلوى غادي تطلب شي حاجه منها بالغوات بطبيعه الحال كما العاده، وتقول لها خديجه علاش ما كنتي يدك فيهم الحنه نوضي انت. قالت لها سلوى كيفاش انت تردي عليا الهضره؟ وهي تنوض وهي تعطيها بواحد الترفيقه معاق. خديجه ديك النهار تفرقعات وما بقاتش قادره، وهي تطلع مع سلوى بواحد جوج ديال الترفيقات. سلوى تصدمات وقالت لها انت تمدي عليا يديك، ومشات كتجري وعاودتها لخوتها بثلاثه. المهم جا فيصل الكلب وخوتو، صراحه ما عرفتش واش هذيك التربيه ديال امهم ولا اصلا هما هكا كلاب بالفطره. المهم قتلوها بالعصا ديك الليله وغلقوها مزيان وما خلو فيها حتى حضن صحيح، الا اختنا سلوى ما تقربيش لها وما تمديش عليها يديك. اصلا شنو هاد الترابي؟ نورمالمون خصك تحترم اختك الصغير. دابا الاخت الكبيره خصها تحترم الاخت الصغير الاخر. المهم خديجه ديك النهار صافي وصلت فيها حتى لهنايا، ما بقاتش قادره تصبر، جمعات الحوايج ديالها وخرجت في منتصف الليل ومشات للدار ديال العمامة. باي ذا واي هذه هي اول مره غادي تجرأ خديجه انها دير شي حركه بحال هكا وتخرج من الدار. المهم بحلها عمها الباب تكيلقى البنت قدامه كامله مدكدكه وباينه فيها وكل العصا من راسها حتى لرجليها، ويقول لها خديجه مالك ياك لاباس شكون دار فيك هذه الحاله هذه؟ البنت ما كتجاوبش غير كتبكي. دخلها للدار وبدا كيطبطب عليها، داها لبيتو وقال لها انت يا بنتي نعسي هنايا ارتاحي، انا غنمشي نعس في الصالون حتى الغدا ان شاء الله في الصباح ونعطرو صافي؟ يلاه تصبح على خير يا بنتي. وبقى عمها الليل كامل في الصالون هو فايق ما بغاش يديه النعاس، الضمير ديالو كياكلو، باغي يعرف شنو وقع لخديجه. المهم اول ما فاقت خديجه هو تمشي عند عمها للصاله وهي طاح عليها في حجره وبدات كتبكي تبكي تبكي وكتنخصص. مالك يا بنتي ياك لاباس انت بعار الله مالك شنو وقع لك؟ وهي تبدا ترسب ليه كلشي منين كانت صغيره حتى كبرات وحتى العصا اللي عطاوها البارح. فرغات لعمها كاع دوك الازمات ودوك الصدمات النفسيه اللي كانت كابتها في صدرها، كتعاود بحرقه والدموع شلالات ما كيحبسوش من عينيها. عاودت ليه على سوء المعامله، الاهانات، العصا اللي كانت كتاكل. عاودت ليه على كاع الشر اللي كانوا مصرفين فيها دوك الحيوانات. العميم بغى يهرب ليه في ديك اللحظه، مشى ديك الساعه عند خوتو جمعهم كاملين عنده في الدار وعاود لهم كاع داكشي اللي قالت لهم خديجه، وقال لهم هاي قدامكم سولوها لا ما تيقتونيش. وبصح داروا عند خديجه قال لها مالك بنتي، وبدات كتعاود لهم كلشي من طقطق حتى السلام عليكم. وتخيلوا شنو داروا من موراها. ديك الساعه ركبوا في الطوموبيله ديالهم ومشاو عند فيصل وخوت. فمع وصلوا للعماره كيتلاقاهم ايوب خو فيصل الصغير، كي دايرين عمامي ومرحبا بكم وتوحشناكم تفضلوا تفضلوا مرحبا. وما يقولوا ليه سد فمك، كاين هو فيصل. الدريس استغرب من هذا الاسلوب والطريقه باش كيهضروا مع مالدو مع الصبيان. قال لهم ياك لاباس شنو واقع؟ قالوا لي بلاباس كثر معنا لهنا، فينا هو فيصل؟ قال لهم الفوق راه يكون في الطبقه ديالو الفوق. وما يقولوا له يلاه تحرك تحرك طلعنا دابا لعند. طلعوا دقوا في الباب ويحل لهم فيصل. اهلا وسهلا ومرحبا. مازال ما كملش الهضره ديالو هو يشدوا العم الكبير من هنا وجفف به الدروج ديال العمار، دق دق ليه العظام ديالو مزيان. هما كانوا ثلاثه ديال العمام، الكبير اللي شاد دابا فيصل كيدك دك فيه، المتوسط
والصغار اللي تشكات ليه خديجة جات لعندو البارح في الليل. المهم ترونات العمارة، خرجوا العيالات ديالهم والغوات والعصا، وطلعت نجاة حتى هي بالغوات، واكواك الحق وقتلتو الدري واش عداكم علينا. شويه وهي تدور لعند خديجة وتقول لها الله ياخذ فيك الحق، انت هي السبب في هادشي. ناض عمها الصغير، وحتى اصلا هو كان معصب ومشحون من جهتهم، هي السبب، انت السبب، انت وتربيتك هي هي المصيبه، يا الله ياخذ فيك الحق. المهم فاش تجمعوا الجيران وفكوهم وبردات القضيه شويه، رجعوا العمام بثلاثه بهم ودوا معاهم خديجه للدار، وقالوا لها صافي انت من اليوم ما تعاودوش ترجعي لديك الدار، غتسكني معانا، يحسب لكم المسمومه ديال النجاة غتخليها وصافي وغتسالي القصه. لا لا لا، شوفوا الخبط ديالها، جمعات ولادها بثلاثه وقالت لهم غادي تنوضوا دابا وغتمشيو عند عمامكم وتطلبوا منهم السماحه. لا الوالده ما يمكنش نمشي، والله الا مشيت على بعدا ما شتيش الحاله اللي داروا لينا، واش انت حمار ولا مكلخ ولا مالك؟ وصحاب لك حبا فيهم على سواد عيونهم. بغيت نرجع خديجه لهنايا للدار باش نعاود لامها الترابي ونعلمها كيفاش تمشي تشكي وتجبد لنا المشاكل. وداكشي اللي داروا، مشاو تجمعوا عند عمامهم وبداو كيرهبوا ويطلبوا السباحه ويبوسوا لهم في راسهم، وماشي مشكل والمسامحه والشيطان والله يعين الشيطان وما تعاوش ان شاء الله. وينقز عمهم الصغير ويقول لهم شنو زعما المناسبه ديال هذا الاعتذار هذا، وزعما لينا حنايا ولا ديك اللفعه ديال امكم وناوي على شي مصايده؟ قال لهم لا لا والله الا بغينا غنديو معنا اختنا خديجه للدار وصافي. وينقز عمه الصغير ويقول لي عاود عاود كيفاش؟ وما يقولوا له بغينا نديو اختنا خديجه، شنو اللي ما سمعتيش؟ قال لهم يلاه يلاه رد تقعدوا كل يمشي لخيمته وقال لك نديو معنا خديجه. وعلى اصلا انتم رجال، انتم رجال اصلا باش نامنكم على اختكم خديجه. المهم بداو عاوتاني احترم راسك ما احترم راسك، وبداو كيتشادوا عاوتاني شويه، ويجي العم الكبير ويشد خو الصغير ويجروا خرجوا لبرا وبدا كيهضر معاه. قال لي صافي خليهم يديوها، راه كتبقى اختهم هذيك، غير هو ملي يكونوا غادي غتمشي معاهم وغادي تدوزوا الاول كوميساريه غتلقاو، وغادي تسنيهم على التزام انهم عمرهم يعاودوا يقربوا لها ويضربوها. مزيانه. العم الصغير في الاول رفض ديك الفكره تماما، قال لهم والو خديجه غتبقى معايا في الدار ما غتمشيش معاه، ولكن بقاو كيرطبوا فيه وكيحاولوا يقنعوه، في الاخر وافق. ولكن سمعوا شنو دار، مشى معاهم ودوزهم للكوميساريه وسناهم على الالتزام انهم ما يضربوهاش وما يقربوش ليها. موراها داها لواحد المحل ديال التليفونات، شرى ليها تليفون وعطاها النمره ديالو وديال عمامه، اي حاجه احتاجيتيها عيطي ليا، ولا شي واحد من هاد الكلاب قرب ليك هانك سبك ولا قص غبه وحده من شعرك عيطي لينا، وحنا ما يطوبوا نسولوا فيك مره مره نعيطوا لك باش نطمنوا عليك. واخا بنتي دازت ايام وايام، واحد النهار داك العميم جاب التليفون بغى يعيط لخديجه باش يسول فيها، كيعيط التليفون طافي، كيعاود يعيط المره الثانيه التليفون طافي. قال واخا يقدر يكون التليفون ديشارجي ولا شي حاجه ولا ما نعرف، ضرب واحد ثلاثه السوايع نعاود نسول فيها. دازت ثلاثه السوايع كيهز التليفون عاوتاني يعيط التليفون طافي، والبنت اجوانيا. هو يقول لا 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 لا, لا. القضيه فيها ان غنمشي دابا للدار نشوفها. وداكشي اللي دار، ناض هز طوموبيلته ومشى نيشا للدار ديال نجاة ولادها. حلات ليه نجاة الباب وقالت ليه شنو؟ قال ليها خديجة فينا هي؟ بغيت تقول لي ما نعرف انا مالي انا شغلي فيها، راه كل مسؤول على راسو. سير شوف عند خوتها اللي تكون كتخمل شي واحد تما ولا كتسيق ليه الحمام ولا. ويتزدح ليه الباب في وجهه. خونا اصلا ما كانش كيحملها وما كدوزش ليه، وبهاد اللقطة هذه اللي دار زاد حقد عليها ويطلع عند ولادها ساخط وحاقد ويبدا كيهرس عليهم في البيبان. كيدق على هادو ويطلع يفرع الباب على الاخر ويطلع عند الاخر يبدا يدق عليه، وكلهم قالوا ليه ما عرفناش فينا هي. الاول قال ليه ما نعرف شوف راه تقدر تكون هبطت للحانوت تقدا، واحد قال ليه ما نعرف انا راه شي يومين ما شتهاش، المهم حتى حد ما شافها قال لك. ويقول لهم واخا بغيتو غير هاد اللعب انا نوري لكم. ومشى طاير رجع لديك الكوميساريه نفسها اللي سناو فيها الالتزام، وهو يدير الديكلاراسيون بالاختفاء ديال خديجه. وبقاو كيقلبوا ويقلبوا ويقلبوا لمده 15 يوم، وخديجه ما كاينش لها الاثار نهائيا. ديك الساعه البوليس غادي يرجعوا عند نجاة وولادها، اجيو اجيو اجيو، انتم المتهم الاول في الاختفاء ديال خديجه، لان ديجا سجلنا عليكم قضيه عنف ضدها، وشدوهم عصروهم مزيان بالتحقيق والاسئله لمده ايام، وما عاصرينهم وكيسولوا فيهم حتى الاخر هو يعترف خوها الصغير وقر لهم بكل شيء وفركع الرمان. وسمعوا دابا اش قال لهم. قال لهم من بعد ما ديناها من عند عمامي وجبناها للدار، اول حاجه الوالده خدات لي هذاك التليفون ورثت لي انا كارت سيم، وقالت لنا شدوا هذه الكلبه هذه دابا وربطوها وهبطوها للطواليت اللي تحت الدروج. وانتم عارفين الطواليت اللي تحت الدروج راه كتكون متر على متر، والمشكل ما كانش في الحجم ديال الطواليت، المشكل ان هذيك الطواليت سنين ما تحلاتش، كامله عامره بالغبره والخنز والظلام بعدا، وسرق الزيت والطوبات كينغلوا في ديك الطواليت. المهم حالتها حاله، وفعلا درنا داك الشيء اللي قالت لنا الوالده، ربطنا خديجه وهبطناها للطواليت وخفنا على سدة غوت ودرنا الشوها مع الجيران. جا خويا الكبير وجاب واحد الفوطة ويسد لها في بها، يعني تخيلوا معايا مربوطة في طواليت ظلام ضيقة الوسخ سرق الزيت
طوبات ما قدرتش حتى تغوتي لانه سد دير ليك فمك. ترى الالم النفسي اللي كانت كدوز منه خديجه ما كانش طبيعي الخوت. المهم ورا ما ربطوها وطلعوا عند امهم قالت لهم درتو داكشي اللي قلت لكم؟ قالوا لا صافي راه كلشي ناضي. قالت لهم مزيان ودابا سمعوني، باكم راه عنده واحد الفيربه كبيره بعيده على المدينه فين ساكنين حنا بتقريبا 100 كيلومتر، بغيتكم غدا مع الفجر تهزوا داك الكلبه وديوها حتى لديك الفيرمه، غادي تدخلوا غتلقاو واحد البويت صغيور تما، لوحوها تماك سدوا عليها الباب وجوا فحالكم. طبعا نجاة داش هادشي علاش؟ لانها كانت عارفه ان عمامها غادي يدوز واحد شويه الوقت غيعيطوا لخديجه في التليفون وغادي يلقاو التليفون طافي. ملي غيلقاوه طافي غادي يجيو اوتوماتيكمون للدار يسولوا عليها. فقلت لها شي حيده لي انا هاد المنتفاده قبل ما يجيو يفضحوني. وفعلا الخوت قبل ساعتين من الاذان ديال الفجر فاقت ديك الشيطانه ومشات تفيق ولادها وقالت لهم يلاه نوضوا دابا ديروا داكشي اللي قلت لكم. نوضوا خوتها واحد منهم مشى جاب الطوموبيل وقربها مزيان للباب ديال الدار باش ما يشوفوهمش الجيران فاش يكونوا هازينها وخرجينها للطوموبيل. ولكن الصدمه ماشي هنا، فمع حلوا عليها الباب البنت ما كتحركش، كيضربوا فيها كيقلبوها في اليمين في اليسار والو، البنت ما كتستجبش ما كتحركش. ناض فيصل الكبير ويحط يديه على عنقها وبدا كيقلب كيقيس النبضات ديال القلب ديالها، كيلقى النبضات ديالها عاديين ما فيهم والو. مشى جاب واحد الكاس ديال الماء فمع بدا كيكب عليها الماء وهي تنوض ليهم كتغوت وترغب وتبكي وهي كتحاول ترغب لان فمها كان مسدود ما قدرتش تهضر وكانت حالتها حاله وجا هذاك الانهيار العصبي. يعني تخيل 24 ساعة في طوانات ظلمة فرق الزيت طوبات مربوط ما قادرش تغوت ما قادرش تبكي، راه ربي اللي كان عالم بها في ديك اللحظة. فوهي معاهم في الطريق البنت كانت كدوز من واحد الأزمة خايبة بسبب الصدمة النفسية اللي عندها، كانت كتفايق وكتعاود تغيب كتفايق وكتعاود تغيب طريق كاملة بحال هكا حتى وصلوا للفيرم. المهم مع وصلوا للفيرم كيلقاو داك البيت اللي قالت لهم هو بيت بطبيعة الحال مهجور سنين ووصل شي واحد لتماك. حلوا داك البيت دخلوا خديجة فكوا ليها الكوردة قطعوا داك القنبة ولاحوها حداها حيدوا لها ديك الفوطة من فمها وما يخليوها تماك وما يسدوا عليها الباب وخرجوا. وبدات مسكينة كتبكي وتغوت وتزدح عليهم الباب، عافاكم الله يرحم الوالدين انا راه اختكم ومراكم وخوتي وحشومة عليكم ما تخليوني هنا. وهما زي الاطراش في الزفة ما مسوقينش الا واحد فيهم واللي هو خوهم الصغير واللي هو اللي اعترف للبوليس بداكشي اللي دار. اشنو غيدير؟ وبحكم انه هو اللي كان عنده السيروت ديال داك البيت وهو اللي قفل عليها البيت باش كانوا خارجين خلى خوتو يسبقوه شويه بلا ما يشوفوه هو يدفع عليها السيروت من تحت الباب ومشاو. نرجعوا دابا للكوميساريه فاش اعترف خوهم الصغير وفرقع الرمان قالوا لهم البوليس يلاه دابا غادي نمشيو لهاد الفيرما نشوفوها. وفعلا ركبوا في الطوموبيلات ديالهم ويمشيو للفيرما. وبيني وبينكم كون غير ما مشاوش شوفوا المنظر اللي شاف. مع وصلوا لديك الفيرما كيلقاو الباب ديال داك البيت محلول. فيصل وعبد الرحمن ما فهموا والو لانه ما كانش فراسهم ان راه خوهم الصغير راه هو اللي لاح ليها الساروت وخلاها لها تحت الباب، وهما كانوا متاكدين انه بسدوا عليها الباب بالساروت عاد مشاو. فتما البوليس بقوا تابعين الاثار ديال خديجه بالكلاب والاثار كان غادي بهم لوسط المزرعه. تما الخوت كانت تصدموا لقاوها مشنوقه بحبل ومدليه من واحد الشجره في وسط الفيرما. غتقول لي كيفاش امين كي دارت انتحرات وني جابت داك الحبل وما عرفت شنو؟ انا نقول لك فاش سدوا عليها خوتها ومشاو وتاكدات انهم خرجوا من الفيرما صافي وبقات بوحدها تماك ناطي وتهز داك الساروت اللي خلى لها خوها وحلات الباب ديال البيت وخرجات. وما حطت رجليها على برا كتلقى الدنيا كامله ظلام وكتسمع الصوت ديال الكلاب والدياب. المهم الرعب، فقالت مستحيل ان شي واحد يعرفني فين كاينه انا دابا ويجي يعتقني، ولينا فريد كاع ان شي واحد عرف فين كاينه انا وجا يعتقني، فكيفاش اصلا غادي نقدر ندير نرجع نعيش زعما حياه طبيعي بحال ما وقع والو بكاع هاد الازمات النفسيه اللي تسبوا لي فيها مرتبو وخوتي. جلست كتسترجع الشريط ديال الحياه ديالها اللي عامره بالبؤس والعذاب النفسي، وتما قررت انها غتنتحر. فرات كتقلب في داك البيت حتى كتلقى ديك الكوردانيت اللي كانوا رابطينها بها، فاش حيدوا لها الكورده في داك البيت لحوها غير تماك ما داواش معاها. المهم هزات داك الحبل ودخلت وسط الفيرما كتمشى على رجليها وهي تلقى واحد الشجره علقات الكورده في الشجره وجمعات واحد شويه ديال الطوب اللي تقدر توقف عليه والكماله راكم عارفينها. مورا ما لقاو البوليس الجثه ديال خديجه الله يرحمها داوها للطب الشرعي اللي غياكد من بعد ان بصح السبب ديال الوفاه كان هو الانتحار. ومن مورا ما تفضح كلشي اوريدي لان خوتها كاملين اعترفوا بسوء المعامله والعنف اللي كانوا كيديروا ليها تحت التعليمات ديال الام ديالهم، فغيتاخذوا ضدهم كامل الاجراءات القانونيه. اما نجات فمورا وقت قليل تشخصات بسرطان الغده الدرقيه وبقى الى يومنا هذا في السبيطار كتصارع المرض.